صباح الخير يا جماعة متابعين في تحليل فني الصباح لشركة وينزر بروكر. هقدمها لكم كريم مجدي يوم 15 فبراير 2022، وهنتكلم مع بعض الفيديو بتاعنا عن أسعار النفط. دورة تجميع أسعار النفط وارتفاعات وتسجيله أعلى مستوى ليه خلال 7 سنوات، ولكن خلال 3 أمس توقف إلى حد ما الارتفاعات وتراجع من أعلى مستوى ليه ب7 سنوات، ومع تراكم المستثمرين أكيد لتدهور الأوضاع حول أوكرانيا. وكانت روسيا أكدت أنها لا تنوي تنفيذ اعتداء على أوكرانيا ودعت لاتباع النهج الدبلوماسي، طبعا ده اخر التطورات، وده اللي ادى لتماسك اسعار النفط لحد ما انخفضتش، ولكن تراجعت بشكل طفيف للقيم بعد الحركه التصحيحيه والانتظار ما يحدث في الاسواق. كانش عندنا بيانات هامه النهارده، كمان ما فيش بيانات هامه من شانها ان هي تؤثر على اسعار النفط. ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا دي على مدار اليوم. زي ما واضح معانا طبعا الارتفاعات الكبيرة لأسعار النفط وتسجيل أعلى مستويات ليه خلال 7 أعوام وكسره ل95 عشرة، وده راجع زي ما قلنا للتوترات الجيوسياسية الموجودة على الساحة العالمية. أداء إيجابي على الإي إم إيه، على السار، على الستوكاستيك، على الفلات ترند، تقاطع المتوسطات السعرية الأعلى. لذلك نتوقع مزيد من الارتفاعات، ولكن بشرط كسر ال95 عشرة علشان يروح ل96.25 وراها 97.75. مرة تانية كسر ال95 عشرة وراها 96.25 وراها 97.75. السيناريو الآخر المعاكس استحق بكسر 93.15 وراها 92.20، وآخر نقطة عند 90.90. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم أكيد يوم تدبير آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.